ابن وقار احمد ميدين ولا الشيخ ولا شين ولا شين مديت ولا شين هون هون بعد. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيد الرئيس. انا بدوري مرحب بالوزير والطاقم المتميز اللي معه. بالنسبة لي هذا قانون عضوي نص عليه ذاك التعديل الدستوري، واللي القصد منه الرجوع للحالة الطبيعية في مجلس الشيوخ. أنا بعد البداية نختار ننوه بالجو اللي خلق فيها النقاش والحوار داخل اللجنة المختصة والطريقة اللي تم بها. يقال روح القانون العضوي اللي يحيل عليه التعديل الدستوري على انه ترجع للحاله الطبيعيه. وحسب معلومات العدنان فهم ثلاث اراء فقهيه، واحده تقول بالتجزئ جزء واحد، واحده تقول بتجديد جزئين، واحده تسمح قاع بتجديد ثلاث اجزاء. والحكومه اقترحتها والتعديل على انهم يعود يمسك لا الفئه باء ولا الفئه جيم من درا، وخصوصا انه هاي الفئه الف مده انابتها توفى في نوفمبر 2015. معناها الفترة بين نوفمبر 2015 ونوفمبر 2017 رجعتنا ذيك القانون اللي روحه وصلنا مقصود به لأن نعود حالة طبيعية، وهو نعود مع مرحلة معينة في حالة ما هي طبيعية. هاي واحدة. المدة الثانية في نفس القانون الانتخابات الجمعية الوطنية قالوا عليها انها تعود ان الدوران انهم يتعود في اكتوبر من 2018. نختار النبه بما انهم قاعد وزاره الداخليه يخبر من احنا في ذاك، لان هذه التوقيت من الناحيه المناخيه في موريتانيا قد يعود قبال ما هو افضل توقيت لاجراء انتخابات في ذيك المرحله به لفتره الخريف، وموريتانيا فيها بلدات التنقل فيهم صعيب، ولا هو قبال هو الوقت زمن المناسب للانتخابات. ثم فتره زمنيه اكثر هي ملائمه للانتخابات. نواكشوط ما هو موريتانيا ما هي الا نواكشوط، انتخابات قد فيه تخلق باي زمن، غير خاقين بالايداد كاع في الفتره حقا الوصول عندهم ما هو غباله ما هو هوية. هذه من ناحيه نختار ننبه عليها. والانتخابات هما اللي نرجع انتخاب مجلس الشيوخ، ناخبين فيه هما المستشارين البلديين. وهذا اللي رجعنا للبلديه نضم صوتي صوت النائب حفصه توكان في اخبار التقطيع الاداري. هذا نظام جديد، نظام عنده فكرة واسعة لتطوير البلد، وخالق أن تابو محظورات كانت في عند الأنظمة السابقة على أن التغطية الإدارية ما قد امتس. هذا النظام إنشاء مقاطعة وإنشاء ولايات، معناها ذيك الفكرة ما تات خالق. وهذا يجرنا على أن خالقين كي قالت حفصته مقاطعات كبار. أنا قاعد نضرب مثال كبير واضح به دي ولاية الحوض الشرقي، على أن النعمة اللي اسقر جغرافيا من مرش وقل عدد سكان فيها 10 بلديات، ومرش فيه لا 3 بلديات، والبلديات عامل من عوامل التنميه. وهذه الحكومه وهذا النظام نظام يسعى للتنميه، وعليه فان نطالبوا من هذا المنبع وزير الداخليه ومن خلال السلطات العامه كامله على انهم يعجلوا باعاده النظر في التخطيط الاداري في موريتانيا كامله. ودعات اللي فهم اولويات دعات على ان تعد المقاطعات سابق وحدات، والله تعد الولايات خارجين مقاطعات هم اللي يقعدوا ما يحتملوا التأجيل، فاصلين هم في التقطيع الإداري الجديد يواكبوا يعودوا ما كبيرين البلد في موضوع التنمية. وفي الأخير أنا مرحبا بكم، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا نائب الموقر.